بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وكل وند الدور كلها آمين. هنقرا مع بعض جزء من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 14 من أول آية 25. وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفتت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه أيضا لا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزمه لكماله لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل؟ فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة الملك الآخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقب 10,000 الذي يأتي عليه 20,000؟ وإلا فيما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. الملح جيد، ولكن فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. والمجد لله دائما أبديا أمين. كل سنة وانتم طيبين. احنا احتفلنا الثلاث أيام اللي فاتوا بعيد الصليب، والحقيقة يعني كلام كتير قوي على عيد الصليب وكلام كتير قوي على الصليب، ويمكن النهاردة مش هنقول كلام جديد، كلام سمعناه، بس تعالوا نشوفه بطريقة عملية زي ما الكتاب المقدس بيقول. محدش هيقدر يكون لي تلميذ. يعني ايه ما اقدرش اكون لربنا تلميذ؟ التلميذ هو بيعمل ايه؟ ها؟ مش كلكم كنتوا تلامذة ولا بطلتوا التلميذ؟ ايه؟ يتبع معلم؟ هيسمع كلامه، هيعمل باللي بيقوله عليه. احنا اولادنا بنقول عليهم اولادنا عشان بيسمعوا كلامنا، ولما بيحبونا قوي وينفذوا اللي احنا بنقوله نقول ده ابني بقى اللي مفيش زيه، وامدح فيه واشكر فيه. عايز تعيش حياتك على الارض حلوه لازم تتبع كلام المسيح. وكلام المسيح بيقول لك لازم تشيل الصليب في حياتك. ساعات كتيرة بنرفض الصليب، وساعات كتيرة بنقول كلام متعب قوي. لما تلاقي واحد مثلا يجي يقول لك كده: ايه لو سمحت يا ابونا ما تعصرنيش في الصليب. اعصرك ازاي يا ابني؟ وهو مش كل حاجة تقول لي ايه شيل الصليب. ولو قلت لك كلام تاني هيوجعك، فأنا بقولها لك شيل الصليب أحسن لك. ليه؟ كل واحد فينا بيقدر يشيل الصليب يبقى ده من عند ربنا، لأن ربنا مش هيشيلك الصليب وأنت مش قادر تشيله، بالعكس ده هو بيشيله معاك، فأنت بتبقى فرحان لأن ربنا شايل معاك. بس ربنا بيديك حتة من الصليب علشان إيه؟ تتزكى أمامه. طب تعالوا في حتة تانية، هو أنا ممكن ما استحملش الصليب بسبب خطيتي، بسبب اختياراتي، بسبب طريقتي وتعاملاتي مع الناس. فلما أجي أكلم واحد أقول له معلش يا حبيبي ما هو يمكن يكون اختيارنا كان غلط، أو معلش يا حبيبتي يمكن اختيارنا كان غلط، بس يلا نكمل حياتنا يعني نرفع قلبنا لربنا وربنا يكمل. لا ما تقوليش كده، لا اقول لك كده، لانه اكيد حصل كده، اكيد حصل كده. ففي صليب انا بستحمله اللي من عند ربنا. طب الصليب اللي مش عند ربنا وبقول لك استحمليه كصليب عشان عارفه ان انا السبب فيه مش عايز استحمله. لكن الحلو اللي يستحمل الصليب في حياته، اللي يشيل الصليب في حياته. اولا احنا كمسيحيين لينا صليب نفتخر بيه. صليب الايه؟ الاضطهاد. ان احنا كمسيحيين ايه؟ مضطهدين.
يقول لك بص في المكان ده مفيش ولا واحد مسيحي، وبص في المجلس ده مفيش ولا واحد مسيحي. طب ما احنا عارفين، ما هم مش هيدخلونا يعني، بس ده فخر ليا مش زعل عليا، ده فخر ليا مش زعل عليا. ليه؟ لأن أنا واثق في نفسي، واثق في صليبي، واثق في حياتي اللي أنا عايشها، إني مش هقدر أعيش معاهم نفس الكلام اللي هم بيعيشوه، لأن صليبي ما بيقوليش كده. صليبي بيقول لي كده: من أراد أن يكون لي تلميذا ويتبعني يحمل إيه؟ الصليب. صليب الألم، صليب التجربة، صليب الدين اللي أنا هسمح لك بيه علشان تقدر تعيش سعيد وتعيش حلو. عشان كده ربنا ابتدى الرسالة بكلمة حلوة قوي، قال لك إيه؟ من يبغض. إيه ده يا رب؟ وانت بتشجعنا ان احنا نكره بعض وما نحبش بعض ونتخانق مع بعض؟ لا 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 لا، ده انا قلت لك من يبغض فلان وفلان 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 حتى نفسه. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش انت بتبص للناس دي رقم واحد وربنا رقم اتنين وتلاتة واربعة. لا، ربنا رقم ايه؟ واحد. احنا من كتر ما احنا عندنا حاجات كتيرة مهمة جدا، ربنا بيبقى في اولوياتنا؟ لا، ما بيبقاش في اولوياتنا. ربنا ممكن يبقى رقم ثلاثة اربعة خمسة بعد ما المشكلة تتحل. يعني نشوف الاول حياتنا، نشوف طريقتنا، نشوف شغلنا، نشوف بيتنا، نشوف نشوف نشوف، وفي الاخر نشوف ربنا. مش عايز اكون تلميذ، وبالتالي مش عايز اشيل الصليب. تخيلوا كده، لما ربنا ظهر للملك قسطنطين كان في واضح النهار، يعني ما كانش في رؤيا بالليل ولا ظهر له كده في حلم، لا، وهو ماشي في طريقه للحرب في واضح النهار والشمس طلع، ظهرت علامة الايه؟ وقال له ايه؟ بهذا تغلب. طب هو بعتها لقسطنطين ما بعتهاش احنا؟ لا، بعتها لنا احنا كمان، بهذا تغلب. لو شلته في حياتك هتعرف تعيش كويس، لانك انت لما هتشيله في حياتك انت كده بتقول لي انا عايز اكون ليك تلميذ واتبعك، عايز اكون ليك تلميذ واتبعك. احنا لما قعدنا في الثلاث ايام اللي فاتوا نقول في سوكسولوجيه الصليب، السوكسولوجيه الحلوه الجميله باللحن الشعنيني، قعدنا نتكلم عن الصليب ونتشاعر في الصليب. الصليب ده سلاحنا، الصليب ده رجائنا، الصليب ده قوتنا، الصليب ده خلاصنا، الصليب ده حياتنا، الصليب 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 الصليب. بس لمين؟ للي بيعيش الصليب. أبائنا القديسين والشهداء شالوا الصليب، طبعا شالوا الصليب، صليب الألم، إن هو إنسان مسيحي. سمعت من حد كده قال لك هما ليه القديسين ما عملوش مظاهرة؟ ليه الشهداء ما عملوش مظاهرة؟ نزل فرمان زي نزل أي قرار، ليه ما تعملش مظاهرة؟ ليه ما قاموش كده ولموا نفسهم كده وقال لك لا احنا ضد القرار ده ومفيش حاجة اسمها كده ولازم يبقى فيه حرية ونعمل اللي احنا عايزين نعمله؟ لأن ده مش مبدأ. واحنا بندور على ايه؟ احنا بندور على السماء. الطريق اللي هيوصلني للسماء شكله ايه؟ هو ده اللي انا همشي فيه. بالاستشهاد هوصل، بالجهاد هوصل، باي حاجه هتوصلني للسماء انا هوصل. انا عايز اكون ليك تلميذ واتبعك في حياتي كلها. ده شعار حياتنا، ان احنا اولاد لربنا، تلاميذ لربنا، فنسمع كلام ربنا وننفذ كلامه. بس مين اللي يقدر يشيل الصليب بفرح؟ مين يقدر يشيل الصليب بحب؟ مين يقدر يشيل اي حاجه ربنا يبعتها له يقول له يا سلام يا رب انا فرحان عشان انت هتشيل معايا وايدك هتبقى موجوده معايا وظاهره معايا؟ ايوب طول التجربه بتاعته ما غلطش في ربنا، بيسال اسئله عاديه جدا لكن عمره ما غلط في مين؟ في ربنا، ما غلطش فيه. وربنا لما جه بيعاتبه بيعاتبه على الكلام اللي هو كان بيقول.
مش على الغلط. لكن اللي غلطوا مين؟ أصحابه. عشان كده أيوب شال الصليب واستحمل الصليب، وربنا كفه إنه رد له أضعاف الأضعاف اللي راحت منه. ده كان بسبب إيه؟ حسد شيطان. بس الحقيقة ربنا استغل حسد الشيطان عشان يعمل إيه؟ ينقي أيوب، يزكي أيوب، فاداله حتة صليب صغير. إذا تصغير طالما أيوب شاله يبقى صغير. كطبيعة البشر أكيد هيتكلم كتير، وأصحابه كانوا بيتعبوه بالكلام، بس جه في الآخر ربنا إداهم لأيوب وقال لأصحاب أيوب إيه؟ أنا مش هسامحكم إلا لو إيه؟ إلا لو إيه؟ أيوب جه قال لي سامح. يا رب للدرجة دي؟ أطبع أطبع. عشان كده الشهداء لما شالوا الصليب شالوه بشكر، شاكرين ربنا، مع انهم كان فيه اغراءات كتيره ما همتهمش. مش ممكن كانوا يفكروا ان احنا نبخر قدام الناس ونروح بيتنا ونقول له سامحنا يا رب؟ لا، بس انا كده بنكر المسيح. مش هينفع ان انا انكر المسيح وارفض الصليب. لازم نفكر أنا ليه مش بستحمل الصليب؟ ليه مش بستحمل الألم وحط ربنا معايا يشيل معايا؟ علشان أنا رافض الصليب، مش عايز. صدقوني بيبقى صعب عليا الكلمة دي، لما مش كل حاجة يا ابونا تقول لنا الصليب، ما تعصرناش في الصليب. هو حقيقي أنت اللي غلطان في اختياراتك، أو أنت غلطان في قراراتك، فدخلت نفسك في تجربة صعبة أو في حاجة صعبة، بس ربنا مش هيسيبك، هيحول لك التجربة دي لدرس أنت هتستفيد منه بعد كده. ده شيء طبيعي جدا بيحصل معانا. يعني أنت ممكن تبقى أنت غلطان وربنا يحولك الغلط بتاعك لحاجة حلوة بعد كده، لو رجعت وقلت له يا رب أنا مش قادر أستحمل، أنا غلطان في اللي أنا عملته. بس كلنا مش بنبقى مستحملين. عشان كده الجزء من الإصحاح اللي احنا قريناه ده مهم جدا، لأنه بيديني إزاي إن أنا أتبع المسيح. يقول لك في الآخر كده: من له أذنان للسمع فليسمع. عشان كده تعالوا نخش كده نشوف القديسين بعد الشهداء، القديسين اللي سابوا العالم كله وقعدوا مع ربنا في الصحراء واتفرجوا لربنا، مش ده كان صليب بالنسبة لهم؟ ده صليب. ليه؟ الرهبان بيشوفوا حروب اكتر من اللي احنا بنحس بيها. احنا برضو بنشوف زيهم، بس هما على مستوى اعلى، بس بيحتملوا الصليب والالم والتجربه بسبب حبهم وعادتهم مع مين؟ مع ربنا. واحنا كذلك في بيوتنا الشيطان بيخش ويحاول يفرق بينا، يحاول يحط الخناق والخصام والزعل والكلام اللي ملوش لازمه والحاجات دي كلها. ليه؟ عشان نتخانق وما نحبش بعض. فلو ما حبيناش بعض يبقى احنا مش تلاميذ المسيح. لو ما حبيناش بعض وكبرنا في الكلام ووسعنا في الدايره بتاعتنا، يبقى احنا مش تلاميذ المسيح، احنا مش بنتبع كلام المسيح. طب تعالوا نشوف الحته بتاعت المسيح وهو بيقول قال كده: ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ما يقدرش يكون لي تلميذ. الإنسان اللي ما يقدرش يتخلى عن حاجات كتيرة ما يقدرش يكون لي تلميذ. طب تعالوا قبل ما نخش إزاي أكون لي تلميذ أو إزاي أتبع المسيح، عايز أعرف إيه الحاجات اللي بتعطلني، الذات والأهل. ما تخلينيش أحتمل الصليب. الخطية، الشهوة اللي أنا ماسك فيها ومش عايز أسيبها، ما تخلينيش أقدر أحتمل الصليب. أموالي وشغلي وحياتي والحياة اللي إحنا عايشينها متكل عليها، فمش قادر أشيل الصليب. فاكرين القصة بتاعت الشاب الغني؟ جه قال لربنا أنا عايز أعمل إيه؟ أرث الحياة الأبدية. ربنا قال له إيه؟ اذهب بيع كل مالك وتعالى إيه؟ وكل تلميذ.
زي ما انت عايز صح. مضى ايه؟ ليه؟ كان عنده اموال كتير، هوديها فين الاموال دي؟ ما ينفعنيش الطريق ده، عايز اشوف طريق تاني. ففي حاجات كتيره بتعطلنا في حياتنا ان احنا نشيل الصليب. اولها الخطيه، تانيها الذات والانانيه، تالتها الاموال والاتكال اللي احنا بنتكله على البشر. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. لازم يبقى عندي احتمال الصليب، احتمل الصليب، اشيل الصليب وافرح بالصليب. ليه؟ لان دي قوة الله، دي قوة. انا عندي سلاح، انا عندي سلاح اهو، ده سلاح اللي بحارب بيه، بحارب بيه قوة الشر اللي بتحاول انها تنتصر علي. انا لوحدي ضعيف، لكن بالقوة اللي ربنا ادهاني انا اقدر اتغلب عليه. عشان كده الاباء القديسين يقولوا لك كده وانت بترشم علامة الصليب في حياتك، ارشمه كده بمنتهى الهدوء باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. بلاش رشمة الصليب اللي كده، اللي كده دي يفرح بيها قوي الشيطان، لكن كده تاخدها من فوق لتحت وشمال ويمين، اله واحد امين. ده حد من القديسين اللي قال كده، وانت بترشم علامة الصليب ارشمها بمنتهى الهدوء عشان بيقشعر منها الشيطان. تخيل بقى انت وشايل الصليب. هقول لكم على حاجة حلوة في حياتنا اليومية، احنا ساعات كتيرة بنشترك بالصليب في حياتنا بدون ما ناخد بالنا، حاجات احنا عارفينها. اول ما واحد بيتخض لو حصل اي حاجة، كلمة اول كلمة بنقولها ايه؟ اهي طلعت تلقائية مننا، بس انا حاسس، شاعر، شايف ولا لا؟ ما هو لازم يبقى في احساس، بحس بقوة الصليب. انا بقول باسم الصليب على اساس ايه؟ حاسس بيها ولا لا؟ بنادي على الصليب وانا حاسس بقوته ولا دي كلمة بقولها وخلاص؟ معلمنا بولس الرسول يقول لنا في رسالته كده آية حلوة قوي، إن كلمة الصليب عند الهالكين، أما عندنا نحن المخلصين فهي، يا ترى هي قوة الله ولا لا؟ أدي إحنا بنقول باسم الصليب. طب أنا هقول لكم على حاجة تانية، امسك الخشب لما حد يكون بيحسد حد ولا بيتكلم على حد، الخشبة دي خشبة إيه؟ شيء اس قوام، شيء اس قوام دي بالقبطي يعني الخشبة المقدسة. امسك الصليب، اه امسك الخشب، اه خشبة دي خشبة الصليب. الله، يعني انا في حياتي اليومية شغال بالصليب، بس انا مش دريان، عادي شغال بها عادي. يعني القداس بتاعنا لو احنا ركزنا فيه نلاقي الصليب ده هو ايه اول حاجة موجودة في القداس. اول حاجة ما يفرقش ايد ابونا وهو بيبخر وهو بيرشم الناس وهو بيعمل كل حاجة، ما يفرقش الشماس وهو بيلف قدام أبونا في الهيكل. لما نبتدي القداس وهو بيقدم الحمل، الحمل اللي موجود في الطبق على هيئة صليب، الوقفة بتاعت أبونا والشماس اللي بيقدم لأبونا والشماس اللي شايل المية والأباركة أو عصير العنب بيبقى إيه؟ صليب. الرشومات اللي أبونا بيرشمنا بيها خلال القداس كلها الصليب. ليه؟ هي رشمة الصليب، هي علامة الصليب، القوة بتاعتي اللي أنا بتسند عليها اللي بعيش بيها، لأني أنا واثق إن الصليب ده سلاح لي، سلاح قوي بيقدر يحميني. قصة أنا بحب أحكيها، إحنا كلنا عارفينها وحفظناها من زمان قوي لأنها بتتردد كتير. عارفين واحدة صيدلانية كانت بتمتحن امتحان شفوي، والدكتور اللي كان بيمتحن امتحان الشفوي ده دكتور متعصب شوية يعني، فحب يقول لها أنا مش متعصب ولا حاجة وبحب كل الناس، ده عدد الصلبان اللي عندك أنا هديكي الدرجة بتاعتك. لا هسألك
ولا هصعب السؤال ولا اي حاجه خالص، سؤال بسيط جدا 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 جدا. يلا بقى طلعيني الصلبه. طبعا عرفت انها ايه؟ ساقطه. يعني هيكون معاها كام صليب؟ صليب في ميداليه، صليب هي شايلاه، صليب في ايديها، صليب في الشنطه نسيته، صليب حد رماه لها في الشنطه بدون ما تاخد باله. 10 صلبان ساقطه. لكن تصلي وترفع قلبها لربنا وتقول يا رب ايه اللي انا هعمله ده؟ انا سقطت، اعمل ايه دلوقتي؟ اجيب له صلبان منين؟ تفتح الشنطه بتاعتها وتلاقي الكيس بتاع صلبان، لانها كانت خادمه ونزلت الافتقاد ليله الايه؟ ليله امتحان الشفا. فبيبقى معاها كيس، عارفين الصلبان الفسفوري دي الصغيره؟ قالت له اهو كيس، عد بقى وزي ما تديني. يطلع 99 صليب امتياز مع مرتبة الشرف. الصليب في حياتي لازم يكون مركز عليه قوي، لان هو اساسي وهو خلاصي، هو اللي بيتم الخلاص. احنا لما بنخش الكنيسه بنلاقي في حضن جوه، اسمه حضن ايه؟ هو حضن الاب ده جالي منين؟ هو جالي من الصليب. هو احنا في حياتنا اليوميه لما بنحب اولادنا بناخدهم ايه؟ في حضننا بنعمل ايه؟ بنفتح علامه الصليب. لما بنحب بعض قوي ونكون متشائين لبعض قوي بناخد بعض بايه؟ بحضن الصليب. بس الحاجات دي كلها بنعملها واحنا مش زليانين بيها. مره كنت بزور كنيسه تحت الانشاء، هي خلصها يعني ابونا بس لسه فيها فينيش. فقال لي على فكره حلوه قوي، قال لي انا مخلي حجاب الهيكل يبقى عالي قوي فوق، عشان لما يبقى ستر الهيكل مفتوح اللي داخل من بره شايف ايه؟ حضن الاب، شايف الصليب وايدين المسيح مفتوح. والحاجه الحلوه بقى في الصليب هقول لكم عليها، انه عمر ما ربنا بيقفل على حد. انت بتبقى الخطيه مقيداك، اي واحد بيتنرفز ولا بيتعصب ما يقدرش يقوم يصلي، ويبقى متضايق قوي وعايز يعترف الاول قبل ما يقوم يصلي، انا مش قادر مش قادر، الخطيه بتقيدني، مش قادر اعمل حاجه، مش قادر اتحرك. لكن تعال شوف الصليب بيعمل معاك ايه. اول ما ابونا يحط الصليب على راسك الخطيه بتتنقل منك للصليب، حررك. ها ربنا قيدك وخلاك ما تتحركش، ده بالعكس، حضنه مفتوح، بتخرج وتدخل، يخرج ويدخل ويجد مرمى. بس المهم ما تبعدش عني، لانك لما بتبعد عني انت بتقع، وبتقع كتير قوي. خليك قريب مني. عشان كده مهم قوي اركز على الصليب. تعالوا نشوف ازاي اشيل الصليب في حياتي باربع حاجات مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه عشان تشيل الصليب بشكر في حياتك، اترك. اترك. اترك مين؟ اي واحد بتحبه عن ربنا. لو مراتك، طبعا احنا هنتلكن صح؟ هنتلكن بقى، يقول لك انا ما بحبكيش، انا بحب ربنا الاول. ما انت هتحبها برضه بس من خلال ربنا. ربنا عايز يبقى هو المدخل لكل حاجه، فيقول لك انا عايز اكون رقم واحد في حياتك، لاني انا الاساس، انا خالقك، خلقك يا يعقوب، انا جابلك يا اسرائيل، انا الاساس يا حبيبي. هو مين اللي جابك؟ من اللي جايبك؟ هو انا فديت مين؟ لا تخف لاني فديتك. انا خلصت مين؟ خلصتك انت من عبوديه العدو. فركز معايا انا، ما تركزش مع حد تاني. فاترك اي شيء بتتمسك بيه عن ربنا. خطية، أموال، يعني علاقات شخصية ممكن تحرمني وتمنعني إن أنا أخش الكنيسة وأبعد عن ربنا، أصحابي، حصل أي حاجة فخلوني أبعد عن ربنا، لا هسيب الناس دي كلها، هترك أي شيء. زي الشاب الغني، الشاب الغني قال له إيه؟ لا انا عندي اموال كتير مش هينفع امشي معاك في الطريق اللي انت عايزه ده طريق صعب. لكن الشهداء
ما همهمش الإغراءات ولا الرتب اللي هم كانوا فيها ولا أي حاجة خالص. ده بالعكس الشهداء كانوا يقوموا وربنا يقومهم، مش يقول لك خلاص كفاية، لا عادي نرجع ونقول له إحنا مسيحيين أهو أحياء. ليه؟ عشان عارفين قيمة الصليب اللي هم شالوه، مين شايله معاهم. فدي أول حاجة، اترك أي حاجة أنت مرتبط بيها عشان تعرف تكون تلميذ لربنا وتشيل الصليب بفرح. اترك، ما تخليش حاجة متمسكة، لا أنت متمسك بيها ولا هي متمسكة بيك. سامحوني، ده ممكن الواحد يصحى الصبح قبل ما حتى يرشم علامة الصليب ويقول له أشكرك يا رب على بداية اليوم، أفتح الواتساب وأشوف الأخبار، أشوف الأسعار، أشوف هتشوف إيه، ده أنت هتتغم. طب صلي، يمكن ربنا عمل معجزة والدنيا اتغيرت. مفيش حاجة بتتغير، لا في حاجات كتير بتتغير، يكفي أنا أتغير بعلامة الصليب اللي ربنا اداني. يبقى أول حاجة أترك، تاني حاجة أعطي. ربنا أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، ليه؟ عشان إحنا كمان نعطي ونتعلم إن إحنا نعطي. المعطي المسرور، المسرور يحب الرب. طب أنا ما عنديش، ادي اللي عندك حتى لو قدرت ترفع ايدك بالصلاة. يعني عايز اقول لكم في اوشية القرابين بنقولها كده، يا رب اللي كان عندهم وادوك، او اللي ما عندهمش وما عرفوش يدوك، الاثنين عوضهم يا رب. ليه؟ عشان كلنا بنحبك يا رب وعايزين نديك كل اللي عندنا. اعطي، اعطي وفرح قلب ربنا، لانك لما بتدي لحد تاني كانك بتقول لربنا انا بديك انت يا رب، انا مش ببص لحد، انا عايزك انت يا رب وبس، زي ما انت بتديني انا بدي. صدقوني الواحد بيلاقي ناس بسيطة جدا داخلة بتقدم حاجات بسيطة جدا 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 بيبقى فرحان بيها. يعني حد جه خلص ثانوية عامة ولد، فجي بيقول لي في حد يحتاج الكتب بتاعتي، انا عايز اديها لحد يكون محتاجها. حاجة بسيطة قوي هو قدر بيقدمها الرب. وغير وغير وغير، أنا في واتساب كده لقيته جالي كده الكتب الدراسية، وكل اللي عنده كتب دراسية بيقول يا جماعة أنا عندي كتب بتاعت سنة رابعة، أنا عندي كتب بتاعت سنة ستة، الكتب بتاعت إعدادي، الكتب بتاعت ثانوي، ها. واللي عنده يجيب ويودي المعطي المسرور، طالما بديها بفرح ربنا قابلها مني. اللي عنده ثوبين يبطل ما عندوش ثوب. ليه أحب إن أنا أكوم عندي أكوم عندي أكوم عندي؟ ليه؟ ليه لما أدي للكنيسة الهدوم بتاعتي القديمة أديها اللي هي الدابت خالص اللي لسه ما دابش نخليه، يعني لغاية ما يدوب، هيدوب بقى باللبس، هيدوب بالعدة، هيدوب بأي حاجة، أهو هيدوب، ساعتها بدي للكنيسة والكنيسة تتصرف. ليه ما أديش جديد طالما أنا مش بستخدمه؟ ليه؟ قصة لأبونا بشوي كامل جميلة جدا، وهو ماشي في كنيسة سمع اتنين من زمايل، واحد من الشباب بيتريقوا عليه عشان ما عندوش غير بلوفر واحد والبلوفر ده دايم. أخده وروح بيه البيت، قلع الجلابية، فتوصلني عن جيب بتقول له بتعمل ايه؟ قال لها اديني البلوفر القديم اللي عندي. قلت له هتعمل ايه؟ قال لها ده شاب معايا وما عندوش بلوفر، ما عندوش يجيب بلوفر، فانا هديله البلوفر الجديد والبس انا القديم، لاني انا بلبسها ايه؟ تحت الجلابية، فمش هتبان يعني. طلعت ونزلت قال لها ادي وخلصيني. ليه؟ المعطي المسرور بيحب الرب. هو حاطط الصليب ابونا بشوي قدام عينيه، حاطط الصليب قدام عينيه، كان قاعد تحت اقدام المسيح عند الصليب، عشان كده حاسس وهو بيدي وهو بيعمل وهو بيسوي انه بيدي لربنا مش لحد تاني. انا هشيل الصليب زي ما اخواتي شايلين معايا الصليب. يبقى اول حاجه اترك، تاني حاجه اعطي، تالت حاجه ودي مهمه جدا طيع. عايز تشيل الصليب وكله تلميذ لازم تسمع كلامه وتطيعه. بس ما بقدرش اطيع ربنا في حاجات كتيره. ليه؟
هو إبراهيم أحسن منك؟ ربنا وعده بوعد كبير جدا، أنت هيبقى عندك ناس ليرث الأرض دي كلها كرمل البحر، لغاية ما بقى عنده 100 سنة ولا أكتر ما جاش حد. إيه يا رب في إيه؟ أنت مش وعدتني؟ بس أنا واثق فيك مش هسيبك. جاله ابن الموعد ويجي له ربنا ويقول له ايه؟ بعد اذنك ممكن تقدمه لي محرقه؟ أه؟ ابن الموعد اللي جه اللي هيبقى نسل الارض، انا ما جبتش غير واحد، اجيبه لك؟ مش فاهم، اجيبه لك خلاص، هعمل ايه؟ ما عنديش غير كده، مش انت اللي جبته لي وده بوعد منك، انت عايزه خده خلاص ما فيهاش مشكله. طيع اللي عايز يشيل الصليب ويكون للمسيح تلميذ ويتبعه لازم يطيع ويبقى عنده طاعة، مش طاعة عمياء، لأنك أنت مش هتطيع أي حد، أنت هتطيع كلام المسيح ووصاياه، هتطيع كلام أب اعترافك لما بيقول لك حاجات في الاعتراف، هتطيع كل العظات اللي أنت بتسمعها، ما هي دي عظات من ربنا، رسائل من ربنا بعتها لي، لازم اطيعها، لازم اسمعها عشان عايز اشيل الصليب. طيع، تقدر تطيع؟ تقدر تشيل التجربه اللي ربنا سمح لك بيها؟ تقول له اشكرك يا رب عليها، بس انا طالب طلب واحد بس، شيل معايا يا رب، مش شيل عني يا رب، شيل معايا. هو هيشيلها عنك، بس لما يحس ان انت فرحان وانت بتشيل هيشيلها ويقول لك انا شلت عنك عشان انت ابن مطيع. تخيلوا كده ابراهيم، انا بتخيل القصه دي صعبه قوي، وصل لاخر مرحله، ده خلاص رافع السكينه وهينزل على ابنه، قال له بس اوقف عندك، انا عرفتك انت بتحبني قد ايه وبتسمع كلامي، لا خلاص نزله وخد الكبش اللي هناك ده قدمه لي محرقه، ده انا جبت لك كمان المحرقه اللي انت هتقدمها لي، عرفت حبك وعرفت قلبك شكله ايه. طيع، اسمع كلام، كلامه موجود في الإنجيل، كلامه موجود في العظات اللي احنا بنسمعها وبنستمتع بيها، ده كلامه ممكن احنا كمان نقوله، بنقوله لعيالنا وبنربيه لعيالنا، بس بنربيه لهم ازاي وبنقوله لهم ازاي؟ بأنهي طريقة؟ يبقى أول حاجة أترك، تاني حاجة أعطي، تالت حاجة أطيع، آخر حاجة وأهم حاجة ومن غيرها التلاتة اللي فاتوا زيرو. حبوا بعضكم بعضا، هي دي وصية المسيح على الصليب، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وصيته للتلاميذ قبل الصليب حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. طب أنا حبيتكم، إيه الدليل؟ إني طلعت على الصليب وفديتكم، طلعت على الصليب وفتحت الحضن، علشان كده أنا عايزكم تحبوا بعضكم بعض. الحب يخليك تعرف تعمل حاجات كتيرة أوي، الحب يخليك تعرف تطيع وتعطي وتترك، لكن لو مفيش الحب مش هعرف اعمل ولا واحدة من الثلاثة اللي في الأول، لأنك مش هتقدر تطلع على الصليب. ربنا عمل ايه؟ بذل ذاته فداء عنا. لازم اخلي بالي، الحب ده حاجة ربنا زرعها فينا لأن احنا ولاده على صورته ومثاله، الشيطان مش عايزنا فبيخش يفرق بينا، لكن لازم نخلي بالنا ونبقى مركزين. الحب ده أهم حاجة، أهم حاجة، حبوا بعضكم بعض. والحب مش إني أحب اللي أنا عملت معاه حاجات حلوة، ده أنا أحب اللي بيكرهني، أحب اللي بيغلط فيا، أروح أقدم له الحب. أنا كده بعلى بعلى، بطلع السلم. يعني ممكن أكون أنا ما زعلتش حد،
بس قالوا لي ان فلان زعلان منك، ليه مش عارفين؟ ارفع سماعة التليفون وانا اسف. انا خسرت حاجة؟ مخسرتش حاجة خالص. هيقولوا عليا ضعيف، يقولوا عليا ما عنديش شخصية، انا عارف نفسي وواثق من نفسي وانا بعمل زي ما سيدي علمني ان انا اعمل. عايزين تكونوا تلاميذ تتبعوا المسيح وتشيلوا الصليب في حياتكم، اترك، اعطي، اطيع، حب. لازم الحب. عشان كده الكنيسة عندنا في بداية كل قداس، على فكرة القداس بيبتدي مش من صلاة الصلح، من الأنافورة، بس صلاة الصلح دي عشان يقولك مش هنقدر نخش على القداس ونتناول من الجسد والدم واحنا مفيش صلح. بأنه وش هنخش نقف قدام ربنا؟ بأنه وش انا بخش اقول ابانا الذي، واقول له كده واغفر لنا كما نغفر؟ فين بقى دي؟ فين الحب ده؟ مش موجود. الشهداء كلهم حبوا اللي عذبوهم واللي قطعوا رقابهم، حبوا الوالي اللي كان بيحكم عليه وكانوا بيصلوا له، ربنا يفتح عينيك. اكتر واحد اريانوس بعد ما عذب كميه المسيحيين دول كلها، انا بتخيل بس اريانوس ساعه ما استشهد داخل السماء، الزفه اللي اتعملت له في السماء. ليه؟ لانهم فرحانين ان هم وصلوا السماء بغض النظر مين اللي وصلنا، مش فارق معانا، بس احنا وصلنا كلنا لايه؟ للسماء، وانت كمان وصلت معانا للسماء، ودي مهمة جدا جدا جدا. احنا نور للعالم وملح للأرض عشان معانا الصليب. بشغل الصليب وبعلامة الصليب الناس بيشوفونا منورين واحنا مش حاسين. ما هو ده شغلنا، شغل أولاد ربنا. الصليب مش صعب إن احنا نشيله لأن هو شايله عنا، بس هو عايز يحس إن احنا بنقدمه له بفرح وبنشيله بفرح. يبقى عايز الصليب في حياتي، عايز احس بالفرح، عايز احس بالحب، عايز احس بكل الحاجات دي كلها. لازم اترك، لازم اعطي، لازم اطيع، لازم احب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.